السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلوقتي كده اتلقوا فوق النشرة انت الأخبار الدارجية. خبر رئيس الله فترة على انتقالية رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس دي بيتنو قابلهم لكل الرؤساء عن الأحزاب السياسية القايدين بخرم في بلدنا تشاد، وقدم لهم بلاغ بخص بضرورة النظمين عن الإطار السياسي بنظمين وبقوي الخدمة السياسية في تشاد. نتابع التفاصيل مع الزميل من البريس بريزيدنسيال. لقاء سياسي كبير حضره رئيس وزراء الفترة الانتقالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد صالح كبزابو ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي وعدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد والتي شاركت بفعالية كبيرة في جميع جلسات الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي احتضنته البلاد في شهر أغسطس من العام الماضي. وخرج الحوار بقرارات وتوصيات مفادها إعادة هيكلة الدولة وشكلها والوصول إلى دستور جديد يضمن حقوق الكل. بات من الضروري أن تلعب الأحزاب السياسية دورها في المشهد السياسي التشادي. ومن هذا المنطلق دعا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو كل رؤساء الأحزاب السياسية الناشطة في الحياة السياسية في البلاد مساء اليوم بالصالة الكبرى لقصر توماي في بيانه الذي حمل روح الإخاء والتسامح والعمل معا من أجل تشاد العز والكرامة تشاد الوحدة. استهل فخامة رئيس الجمهورية بيانه بالترحم على أرواح ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع يوم أمس في طريق أم حجر أبشة. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة هنأ في بيانه رؤساء الأحزاب السياسية قائلا إن عام 2023 فريد من نوعه بالنسبة لبلادنا، وهناك تحديات كبيرة ومهمة على المستوى السياسي يجب رفعها، ولا سيما تنفيذ قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي، وهذا التنفيذ هو أمر حتمي من الدرجة الأولى ولا بد منه. البيان حمل في طياته أيضا أمورا كثيرة ومهمة نظرا للرهانات السياسية الكبيرة، حيث أن التنظيم الأفضل للطبقة السياسية حول الأهداف المشتركة أمر ضروري للغاية لتحقيق النتائج المتوقعة ومن ضمنها الوصول إلى دستور وطني جديد ومقبول لكافة الشعب التشادي. وطلب رئيس الفترة الانتقالية في بيانه من رؤساء الأحزاب السياسية بضرورة الإسراع في تأسيس إطار سياسي تشاوري جديد يتسم بالشفافية ويضم كل القوى السياسية الحية في البلاد. ودعا فخامته في بيانه أيضا كل القوى السياسية الناشطة في البلاد أيضا إلى ضرورة تأسيس جلسات مستقلة وحرة من أجل الوصول إلى هذا الإطار التشاوري الذي من المتوقع أن ينظم المناخ السياسي في البلاد ويوجه السياسة الوطنية لضمان سلام شامل ونهائي. لقرارات الحوار الوطني الشامل من المتوقع إنشاء هيكل أو نظام تشاوري بمثل جميع الفاعلين السياسيين هنا البلد. بصفتي ضمين تنفيذ القرارات والتوصيات انت الحوار الوطني الشامل، ندور ندعوكم كلكم للتشاور بيناتكم بكل حرية عشان تكونوا إطار على التشاور المطلوب. كونوا مطمئنين ما في أي تدخل ولا أي أمر ولا أي تأثير أقل في هذه الممارسة التي تخصكم أنتم وهيئتكم السياسيين التشاديين. ما في ناتم بتدخل في شؤونكم. أنتم سيادة تهددوا الإطار عن الحوار السياسي وتكوينه وطريقة تنظيمه وتسميته. الشيء المهم هو تفضيل الطريقة التنظيمية التمشي مع الديناميكية والفعالية والكفاءة. الوقت محسوب لنا. تتفقوا معي بكون الوقت مال الصراعات السياسية. هيكل الحوار السياسي الكل التشادين والتشاديات من حقهم قاعدين برجعوا هو البوحد وبجمع وبودي الإيجاد نحو آفاق أفضل. التوافق والتفاهم واجب يبقوا شعارنا كلنا. وبصفتي الضامن أنا تنفيذ دفتر المهام قاعد نرجى منكم الكثير. أي واحد منكم واجب ينطي أفضل ما لديه من أجل النجاح الانتقالية. بطبيعة الحال أنا نكون معاكم دائما ونقعد بجانبكم
عشان نساعدكم ونساندكم عشان تقدموا في أحسن صورة مهمتكم وترفعوا التحدي المشترك اللي هو تهيئة الظروف السامحة للانتخاب. في وقت لمينا دور رئيس اللافترة الانتقالية رئيس اللاجمهورية الجنرال محمد إدريس دي بيتنو دور من الرؤساء الأحزاب اللاسياسية خلي الله يتر الله بسودة يكون عنده قوة سياسية في الشات. نتابع كلامه. السيد رئيس الوزراء رئيس الحكومة الوحدة الوطنية السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي السيد وزير إدارة الأراضي السيدات والسادة الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية سيداتي وسادتي الحضور الكرام، في بداية كلامي ندور نقدم لكم أطيب تمنياتي انت السنة الجديدة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلواتنا وأعاد الله هذا العام علينا وعليكم باليمن والبركات، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعبنا ويحمي بلدنا جاد العزيز والجميل. سنة 2023 مليانة تحديات في الناحية السياسية، خاصة تنفيذ دفتر المهام على مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي. التنفيذ ده أمر حتمي من الدرجة الأولى ويتطلب استثمار حقيقي من جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلد. بصفتكم نشطاء سياسيين مهمين شاركت في الحوار الوطني الشامل بفعالية، كنتوا بس مسؤولين من دفتر المهام ده اللي بترجم الطموحات العميقة انت الشعب التشادي من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والعيش معا والديمقراطية والتنمية. إذا كانت الطبقة السياسية تكون مبسوطة بصورة شرعية عشان رفعت تحدي كبير من خلال تنظيم الحوار الوطني الشامل، فإن مهمتها لسه ما كملت. واجب انتوا تتقدموا ونتقدموا بنفس الأهمية عشان نكملوا تمام الهدف الماشين فوقه. السيدات والسادة الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية، الحكومة الانتقالية المرقت من الحوار الوطني الشامل لعبت دورها كما يشهد ببلاغ الاعتماد أن العديد من النصوص المتعلقة بتنفيذ دفتر المهام، خاصة المرسوم القاضي بتشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، المرسوم القاضي بإنشاء إطار عمل مستقل على متابعة وتقييم، المرسوم القاضي باعتماد خارج طريق حكومة الوحدة الوطنية، الأمر القاضي بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المرسوم القاضي بتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، اللجنة القاضي المكلفة بصياغة مشروع على الدستور، زيادة من الإطار التنظيمي والقانوني ونظرا للتحديات السياسية الكبيرة وأفضل تنظيم عن الطبقة السياسية حول الأهداف المشتركة ضروري من أجل الحصول لنتائج المتوقعة. بعد المصادقة بالدستور اللجنة كونريك يهلوها ويبدلوها بجهاز دستوري مكلف بتنظيم الانتخابات العامة. سيدات والسادة الرؤساء الأمناء العامون للأحزاب السياسية، وفقا لقرارات الحوار الوطني الشامل من المتوقع إنشاء هيكل أو نظام تشاوري بيمثل جميع الفاعلين السياسيين هنا البلد. بصفتي ضمين تنفيذ القرارات والتوصيات انت الحوار الوطني الشامل، ندور ندعوكم كلكم للتشاور بيناتكم بكل حرية عشان تكونوا إطار عن التشاور المطلوب. كونوا مطمئنين ما في أي تدخل ولا أي أمر ولا أي تأثير أقل في هذه الممارسة التي تخصكم وهيتكم السياسيين التشاديين. ما في نادم بتدقل في شؤونكم، أنتوا سيادة تحددوا الإطار عن الحوار السياسي وتكوينه وطريقة تنظيمه وتسميته. الشيء المهم هو تفضيل الطريقة التنظيمية التمشي مع الديناميكية والفعالية والكفاءة. الوقت محسوب لنا، تتفقوا معي
بكونه الوقت مال الصراعات السياسية. كمان طلب رئيس اللافترة الانتقالية رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبيتنو من كل الأحزاب السياسية الوافقين والفاهمين وخلينها الأشياء اللا ما أديلي وأكد اللا وقفين حق معهم نتابع كلامه. هذا الرهان بتهدى في أول مقام الطبقة السياسية التشادية. نتمنى من أعماق قلبي بكون الإطار على التشاور التكون في أسرع وقت ممكن يوحد في داخله بكل ذكاء المشهد السياسي الوطني هيكل الحوار السياسي الكل التشادين والتشاديات من حقهم قاعدين برجوه هو البوحد وبجمع وبودي الإيجاد نحو آفاق أفضل. التوافق والتفاهم واجب يبقوا شعارنا كلنا وبصفتي الضامن أن التنفيذ دفتر المهام قاعد نرجى منكم الكثير. أي واحد منكم واجب ينطي أفضل ما لديه من أجل نجاحنا الانتقالية. بطبيعة الحال أنا نكون معاكم دائما ونقعد بجانبكم عشان نساعدكم ونساندكم عشان تقدموا في أحسن صورة مهمتكم وترفعوا التحدي المشترك اللي هو تهيئة الظروف السمحة للانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة. سيدات والسادة الرؤساء والأمناء الأمون للأحزاب السياسية وقد تكلم بمسألة الشمول والمشاركة والتماسك والتوافق والتفاهم تقدروا تفهموا بسهولة معنا ومدى على الندى حقي من أجل تصور جديد وطريقة تفكير وعمل من أجل وضع الأسس النجاح الجديدة. في النهاية دي واجب نذكر لفهمنا أن التجاوزات والانحرافات الما مقبولة ولا مسموها هنت الأحداث المأساوية بقت يوم 20 أكتوبر 2022 بلدنا كان عاشت أوقات مظلمة في تاريخها لمدة عقود سنوات كثيرة قربت تقع من جديد في الحاوية بسبب أن الناس واحدين هدفهم إلا بدور مصالح الشخصية والأنانية. الشمول كان بقي القاعدة الذهبية انت الجلسات الوطنية من أجل إعادة التأسيس واجب يقف الاهترام الصارم لمبادئ وقوانين اللعبة الديمقراطية. بالفكر ده بس الحكومة سمحت للأحزاب كان وقفهم بعد الأحداث المؤسفة البقت يوم 20 أكتوبر عشان تستأنف عملها الطبيعي من جديد. واجب الطبقة السياسية تتعلم الدروس انت الانحرافات دي. واجب الفاعلين السياسيين الوطنيين يقطوا علامة شرف في المصلحة العليا هنت الوطن قبال أي شيء أو أي اعتبار آخر لأن الأمة دي أنطتنا كل شيء وعندنا التزام وطني عشان نحافظ للتراث القيم ده بغيرة. السيدات والسادة نضل نختم كلامي عشان نشكركم مرة ثانية لحضوركم هذا المساء ونأكد لكم بكم أنا دائما نقعد نسمعكم ونبذل كل الجهد الإنساني الممكن عشان نساند المسيرة السمحة انت العملية الانتخابية بروح انت وافق وفي الاهترام الصارم عن الموعد المحدد. جزاكم الله خير والله يبارككم ويبارك لبلدنا تشاد. كي ديو بيريس لتشاد شكرا ميرسي. وزراء الحكومة الانتقالية سالك بزابو مناسبة واحدة يندرجين هن الله أعضاء الله أربعة عن اللجنة المكلفة بتابعين النتائج عن الحوار الوطني الشامل والسيادي. المناسبة كان بقت في الله صالة الله ملمات في رأسة الله وزارة في رأسة الله وزراء. التفاصيل مع الزملاء من التلفزيون الوطني. لقد تم تنصيب أعضاء اللجنة التوجيهية العليا ذي 48 عضوا والمكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي والموزعة في 4 لجان فرعية وكل لجنة يقودها رئيس ونائبه والمقررين. هذا وقد شهدت المناسبة قراءة القرار رقم 001 لعام 2023 القاضي بتعيين أعضاء اللجنة التوجيهية العليا من قبل الوزير الأمين العام للحكومة وتطوير الثنائية اللغوية في الإدارة والمكلف بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى هلكي شوا محمد. عقب ذلك
قدم رئيس الوزراء صالح كبزابو وهو رئيس اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات ومخرجات الحوار والذي هنأ أعضاء اللجنة مذكرا إياهم بأن المشاركين في الحوار الوطني والسيادي خرجوا بمخرجات وقرارات جد هامة لتسيير البلاد مما تساعد الحكومة على رفع التحديات الجسام التي تواجهها، مشيرا إلى أن اللجنة تتمتع بأهمية بالغة، ذلك لأنها تلعب دور المعمل في صياغة القرارات في تجاوز العقبات والانتقال إلى الأفضل. وناشد رئيس اللجنة العليا الشركاء الدوليين على الوقوف مع البلاد بغية الوصول إلى التقدم والازدهار، وأن عملية السير ببطء وضمان الوصول إلى النجاح. وأكد رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو أن حرم الدولة رئيس المرحلة الانتقالية يرقب عن كثب العمليات الجارية في الساحة السياسية ويثني عليها، وأن رغبة الحكومة تسحر على تخطي العقبات وقيادة البلاد إلى التقدم والازدهار. والجدير ذكره أن اللجان الخاصة بالدفاع والأمن والسلام والوئام الاجتماعي والمصالحة الوطنية واللجنة الخاصة بعودة النظام الدستوري ولجنة الإنعاش الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية ولجنة الحكم وسيادة القانون يعملون على رفع التقارير إلى الجهات المختصة، والإطار المرجعي يقوم بطرح المشاريع العامة ذات المصالح العليا لل. رئيسنا الوزراء الحكومة الانتقالية سالك بزابو كان سوى واحد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين والممثلين الشيلتي، والاجتماع ده أول ليه اجتماع معهم، وكان هدر في الاجتماع ده عدد من أعضاءنا الحكومة ومكتب أنا رئيس الوزراء. التفاصيل دائما مع الزملاء من التلفزيون الوطني. في أول اجتماع له مع الشركاء الاجتماعيين خلال العام الحالي 2023، رئيس الوزراء الانتقالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو دعا شركاء الحكومة الاجتماعيين والذين يمثلون قادة مختلف النقابات العمالية، دعاهم إلى التعاون والعمل مع الحكومة من أجل المساهمة في تسهيل تنفيذ مختلف بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابات العمالية. كما ذكر رئيس الوزراء الحضور بأنه يقود حكومة انتقالية لها مدة زمنية محددة وأجندة عمل محملة بالكثير من الأعمال والمشاريع الثقيلة. وأمام هذا الوضع وجه رئيس الوزراء أعضاء حكومته الإسراع في وضع جدول زمني محدد وتوافقي يسرع من تنفيذ بنود الاتفاقية 69. وشهد الاجتماع أيضا مداخلة عدد من قادة النقابات العمالية الذين يعدون طرفا في الاتفاقية الاجتماعية التي وقعتها الحكومة خلال العام المنصرم والتي وضعت حدا للأزمة الاجتماعية. رئيس الإطار الوطني للحوار الاجتماعي لياباس سيتشي وكوسيط بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين عبر عن رضاه التام من مجريات الأمور ومستوى النقاش الهادف بين الطرفين. البريمير مينيستر من معشال الأزمام ما قابل البارتنير ده، واليوم شهد بقى وسمام وهو كله قدم راية وأغنام كونه هو مستعيد مع الحكومة مع الرئيس ومع الناس كله شان يساودوا الشيء اللي يودي قدام الآخر بينات الترابير والحكومة والشيء ده كله يعني بخص البلد. يعني كلنا نفتش كون الشات قوية وشات قوية كيف إلا كان شات يعني نتجت نتائج كبار قروش كثير تقدر تسوي شيء بخصوص الترابير وبخصوص البلد. وأنا نقول يعني مختني كون كان الحكومة كان الأول وزير كان النقابة كل مستعدين يشوفوا في مستقبل الشات، والحمد لله المفاهمة والمشاطرة باين. وأنا نقول في المستقبل إن شاء الله يجي لنا شيء نتائج الكل نفرو إن شاء الله. ويتوقع بعد هذا الاجتماع أن يسعى الطرفان في تنفيذ أسرع لمختلف بنود اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومة والنقابات العمالية. أمينة الأمة النائبة الثالثة للحركة الوطنية للإنقاذ MPS أمسادين مايدي هنغتا كان صوت الله لانسماح عن الله سنسبيليزاسيون على بخص الله مخرجات عن الله حوار الوطني الشامل والسيادي.
وكمان طلبت من وكمان طلبت من الناس اللي كان دربوهم دخل لي بيسووا التوعيه للناس عن الكارتيات في لا شيء اللي كان مرق فوقها في نهايه انا اللي ديالو كل جميل. انا عجبني كلام فرنسي ده ما بكون الو. انا فرحانه جدا بجيتيني وبشوفتني لكم مرقتوا كثيرين ناس انا بريمير ابسمه بكان ده ما شاء الله كنت وجدتكم كده وديفنا ده دونك بيجا بلين ضيق لينا ما شاء الله مرقتوا كثيرين وانتو ده توجور بروميير مش لاسا قلت لك واني انا كنت في ريزولتا انا كنت نو سوم ديجا ان اليكسيون لي ام بي سي ديجا ان اليكسيون وما خايف بشيء كم اي ما ارونديسمون مشينا كل بومرك مش ندرى ريزولتا ني دورو ده نورغو انا جيت لك وين ده انت دي ميسيون ميسيون اجيل اول ده يوم ده جي اوتيي سيرتان دو فو وادي منو قالين فورمي مو مام في اوناما و هيني ده عندكم 29 كارتيه وعندكم 409 كاري دونك عندنا ديليغي دي كاري دول قاعدين هنا وعندنا شيف دي كارتيه دول قاعدين هنا هسه جينا ده سي بور لير فاسيليتي ليل دول يا يعلمهم للناس شغل الجرو هنا ما يمشي يجرو فيه وناما وخلاص بوجو هنا بقودوا الناس اخرين ما في موت خلاص شان ده انينا الام بي اس قاعد تاكومباني للترانزيسيون ده تسا ايدا بيشنو تساعد في الفيلغاريزاسيون هنا الدينيس دخلنا ديالوج ناسيونال انكلوسيف سوينا 45 يوم لكن الهيدرو هناك ده 1500 بس وعلينا 17 مليون انا شان شان ده كل زول مننا يوقي الناس تجمع الناس انا بريمير عنده سماء ده واجب كلهم كي يفهموا شغل المرقنا منا من ديالوج ناسيونال انكلوسيف ده والتاني ميسيون هكيدا انا جدا ندور نعرف سانتي انا بارتي اجي مردان ولا عافي في البروبريمي على النصمة لكن انا وشفتك ده عرفتك ده رنتو دور ده عافي ام بيز ده عافي جيت راكي على النصمة ندور نوصل لكم سلام هنا سكرتير جنرال هارون كبادي شكراكم كثير وسلماكم كثير وقال لكم بابا فاتح لكل شيء انا جيت عسى بعدين ده كومو لدي le message ça serait en famille ani na nas al kubara tan en pesal gadi ni bu musulu da da dakhlu ma wa yuruna kulli shughl al ma kwayis ni wa insha Allah nasahuhu baadin ana shakarta al rais al jamhuriya president ana transition excellence general mohammed idris debi no al hu bas gamma ودورات ديالوغ ناسيونال انكلوزيف ده يكون انكلوزيف ده سافي دير كو سي تو لي تشات كاد ده كله كاين عميز ال 1500 ده فوق بارتي بوليتيك فوق الي فوق ناس الما سياسيين السوسيتي سيفيل الاوين الجون شغل خلينا كي ما في كلنا لمينا هنا وخدمنا وتعدين كله حدثوا مشاكل القائد ده كله حجو وهسه قاعد يسهيها ده بس الريزوليسيون ده La résolution da chalo le chani résoudre fo gal problème. La recommandation comme la nas galo so mishi da chani al hagol el hadaf. Chanda le dor nas kullu mi yafhamu. Shunu al marag na minna hina ko kef ni tabbuhu. Chanda ani la jine hini ko dawara unité nationale. Illa nago mish al rajil wai. Nas ana premier ondu suma da ilum kullu mi yakko kalamu wai bas. الناس كاملون ما في مش المكشاش اللي قويين نحن بقدر بكسرهم ما في مش انت يعني عم نرامبورتي عم باكر كله كم دورنا شغل كله كنتوا واقفين وفاهمين الشغل بقى هين ده بس كلام جمعية التفاهم من أجل التنمية والتعاون المتبادل عندما نظمت جمعية أمومية خير عادية في وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاهدين في الخارج التفاصيل مع الزميل موسى محمد دا ايال حنا كانوري اوين رجال ايال دوغاك مرغو بلا كترا في الجمعية عمومية اخير عادية اللا اكان نظمتا جمعية التفاهم من اجل التنمية والتعاون اللا متبادل انديما نظم جمعية عمومية خير عادية في وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي ودخلتو بموضوع عندما من اجل الديناميكية وقوية بطل المناسبة بالآيات القرآنية بعد ذلك قدم كلمة
أنا جيت جيتو رئيسنا اللجنة هنت التنظيم رحب للناس اللجوء من 22 بروفينس هنجات وأشهر كومين هننجمينا حجة بالأصوبات اللي كان لجيو في وقت هن التنظيم دي دكولو الحمد لله كي الناس ساهموا لقيت الحفلة نجا كريمة هن الرئيس هن جمعية أنديما أبا معلوم عمر رحب لي كل الحضور الا كان نجو من بعيد وقريب وكان حجه بالخدمه هنا البريزيديوم الا كان صوت اللجنه ما كلم كان انطوليا هديه هنا لو ادى كلمه هنا البريزيديوم الا كان قدمتها مريم جيمي ايبيت حجت بالريسيون هنا الترافو لل لي يادوبتي التكس هنا انديما والاستاتي بعد من الارتيكل اللي كان ادوبتي فوغا ده كمان كان اغورو الديسيجن اللي نمرتا 009 كان قط فوغا الكونسي وبعد من الكوميسيون حتى يا اغورو فوغا الديسيجن هنا الممبر اكزيكتيف اللي هم عددهم 30 اودو على فراسة معلوم أبا معلوم ما أدا حق وكان نأجره فوق برخية عن المساندة للرئيس الجمهورية رئيس الفترة الانتقالية قالوا هما بساندو بعد ما خطو بطان جددوا لي سيغة حق الرئيس معلوم أبا معلوم وكمان أفري من الزملاء اللي كان بطان كلو جددوا لي سيغة حق قال لي يتكاتفوا ويتحانون من أجل الحفاظ على الثقافة حنتم ولبلدنا الشات قال أننا ندور الآفي وخلي أي واحد يفكر في كيف الجمعية دي تنجى في أهداف حقا كملت المناسبة بالفرحة وسرور مشاهدين على تلفزيون النصر بالخبر ده خلاص نشرككم تلوم كمان وخليكم دايما متابعين مع باقي برامج تنام النصر 24.